تم العثور على ما يلي: 5 جثث من جنس أنثى بالغين، جثة واحدة لجنس ذكر بالغ، وجثة واحدة لقاصر عمره ما بين 4 و5 سنوات حسب الملاحظة العينية، بالإضافة إلى قالب صيد ومحرك محطمين، 3 أدلية بنزين فارغة و4 سترات نجدة. كما بينت المعاينة الميدانية أن الجثث تبدو عليها علامات التعفن، عليه تم إختار مصالح الحماية المدنية لولاية مستغانم من أجل نقل الجثث إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مستغانم. راكم تشوفوا يا خوتي، هادو سبعة كاملين من عائلة واحدة، فيهم ربعة نساء وزوج أولاد وباباهم، عائلة كامل خلات في دقيقة واحدة. ربي يرحمهم. يا ربي يرحمهم إن شاء الله.